نروح مع حضراتكم دلوقتي لاميا تقول لنا النهارده اخبار الجو ايه لكن بالتفصيل. اتفضلي يا لاميا. شكرا هدير. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة درجات الحرارة هتواصل في الانخفاض، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكمان في اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وفرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وكمان شمال الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بيكي. طمنينا على حاله الطقس النهارده. اليوم طبعا مستمر انخفاض درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع تكون 28 درجه مئويه، لان احنا بنتاثر طبعا بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالاضافه كمان كتل هوائيه قادمه من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. العوامل دي هتجعل احساسنا بنسب الرطوبه خلال فترات النهار اقل، واحساسنا بالطقس ان هو طقس مائل للحراره خلال فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، وحتى محافظات شمال الصعيد. اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هنلاحظ الفرق الكبير بين درجه الحراره فتره النهار وفتره الليل، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. اجواء لطيفه تماما خلال فترات الليل، يمكن كمان في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر هنشعر ببعض البروده في الاوقات دي. بالاضافه كمان مع وجود السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون اليوم في استمرار لفرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه، طبعا زي مطروح، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره في الشيخ الدقهليه، السواحل الشماليه الشرقيه زي دمياط والسعيد رفح العريش، كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، وهي بتكون على فترات متقطعه من اليوم. بالاضافه كمان وجود نشاط رياح خلال فترات المساء والساعات الاولى من الليل، سرعات الرياح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ده بيقلل احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره خلال فترات المساء تحديدا. ايضا نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضراب حركه ملاحه بحريه على سواحل البحر الاحمر، ارتفاع الامواج هيوصل 2.5 متر في البحر الاحمر، يمكن كمان داخل عمق البحر الاحمر ارتفاع الموج هيوصل ل 3 متر، لكن البحر المتوسط ان شاء الله حصل فيه اعتدال في الامواج، وانخفض ارتفاع الامواج عن الايام الماضيه، ومؤهل لكافه اعمال الصيد للملاحه البحريه. طيب، في الايام الاخيره احنا تابعنا انخفاض مستمر في درجات الحراره، بالرغم ان احنا في فصل الخريف اللي هو بنشوف فيه تباين في درجات الحراره، يوم مرتفعه ويوم منخفضه. هل الرطوبه مرتفعه معانا في الفتره اللي جايه ولا بتبتدي تقل تدريجيا؟ هو احساسنا بنسب الرطوبه هو اللي هيقل تدريجيا، لان احنا في عوامل هتخلينا ما نحسش بوجود نسب رطوبه زي وجود المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا، وجود نشاط الرياح، فالعوامل دي مش هتخلينا نحس بوجود نسب رطوبه في الجو. التباين في درجات الحراره هيكون بين فترات النهار وفترات الليل، فترات النهار هنحس بالدفء خلال فتره النهار، لكن فترات الليل تدريجيا نبدا نشعر بالاجواء المائله للبرود. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. وبعد ما عرفنا معلوماتنا النهاردة عن الطقس، خلونا نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ايه. القاهرة العظمى 28 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 28 والصغرى 21، اسكندرية 27-21، العلمين الجديدة 27-21، مطروح 26-19، دمياط 27-22، بورسعيد 27-22، الإسماعيلية 29-21، السويس العظمى فيها 29 والصغرى 22، العريش 27-22، كاترين 27-15، طابة 27-23، حلايب 33-25، شلاتين 36-25، شرم الشيخ 32-25، الغردقة 31-25، الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 20، بني سويف 29-19، الوادي الجديد 33-20، أسيوط 30-20، سوهاج 31-21،
قنا 34-23، الأقصر 35-23، وأسوان العظمى 36، والصغرى 24. دلوقتي هنكمل مع أحمد وهدير باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هدير، وشكرا طبعا للدكتورة منور.